ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح، خلينا نخش في الموضوع على طول. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده جدا جدا جدا، عن افخم واشيك ساعه موجوده في السوق تحت ال1000 جنيه. الساعه اللي معايا النهارده هي ال W3. ال W3 هي نسخه طبق الاصل من السامسونج جالاكسي ووتش 3، وفعلا من احسن التصاميم ومن احسن الماتيريال الموجوده في الفئه السعريه دي اللي هي تحت ال 800 جنيه تقريبا. زي ما عودناك، 3 ام ستورز هي اللي مديانا الساعه اللطيفه دي. 3 ام ستورز هي بيج على الفيسبوك وعلى الانستجرام فيها كل الساعات الميد رينج اللي هي تقريبا تحت ال 1000 جنيه، وفيها كمان ايربودز جوي روم وحاجات تانية كتير جدا. تقدروا انتوا تشوفوا البيج بتاعتها عن طريق اللينك المحطوط في الديسكربشن. خلونا بقى نتكلم عن الساعه دي شويه. هي نسخه في الاصل من الووتش 3. طبعا الماتيريال حلوه جدا، تصميم جذاب، الجلد بتاعه كويس جدا زي ما هنشوف في باقي المواد. زي ما عودناك دايما نحن لازم نقسم المراجعة لأكتر من جزء. أول جزء هو الأنبوكسينج. خلونا نبدأ كده واحدة واحدة نشوف إيه محتويات هذه. اولا الباكجينج حلوة جدا ومشابهة جدا 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 للسامسونج سمارت ووتش 3 دي. زي ما انتم شايفين كده بيقول لك تلبس الساعه ازاي. شكرا. هنا بيقول لك ازاي ان انت تلف البيزل اللي بره او الكراون اللي موجود بره. طيب من الحاجات اللطيفه جدا ان في ايدنتي للساعه، يعني في ووتش 3 اسم الساعه، كل الكلام ده. يعني في ايدنتي للساعه بكل الاوبشنز اللي فيها، بكل حاجه موجوده في كتالوج عظيم طويل زي ما انتم شايفين، صيني وانجليزي للناس الصينيه اللي بتتفرج عليا. طيب يبقى احنا كده ورقتين، و الساعة ذات نفسها بتكون هنا، وبتيجي بستراب زي ما انتم شايفين من الجلد الفخم جدا جدا جدا، بالخياطات الدقيقة اللي موجودة هنا اللي شكلها الصراحة أكثر من رائع، بالكواليتي بكل حاجة. يعني هنا مش سيليكون، هنا لا جلد، وهنا جلد زي ما انتم شايفين بريميوم ليذر، بريميوم ليذر، والمقاس بتاعه 22. وزي ما انتم شايفين هنا المعدن ده شبه بالظبط اللي موجود في السامسونج ووتش 3. وهنا البنين بتوع الشحن، هنا باك، هنا اقفل، هنا افتح، زي ما انتوا شايفين. هنشوف كل حاجه بالتفصيل كمان شويه. بصوا بقى دي، طيب خلي دي، نشوف في ايه تاني في محتويات العلبه. هنا الكابل بتاع الشاحن، وخلي بالكم كل مره لازم اقول يتشحن بشاحن 5 وات فقط. وهنا بيكون في الاوستيك، الجلد، والسيليكون. السيليكون مش في كل الاطارات بيكون موجود. طيب خلينا بقى نشيل الحاجات دي على بعض ونخش بقى في الجزء الثاني. ثاني جزء معانا هو الديزاين والماتيريال. خلينا نشوف الديزاين والماتيريال عامل ازاي. بدايه من الكرتونه فهو مهتمين جدا بالتفاصيل، مهتمين جدا بكل حاجه موجوده في الكرتونه دي. والايدنتي بتاعه دبليو 3 الساعه نفسها التصميم بتاعها جذاب جدا، تقريبا مش هتحسوا ان هي كوبي يعني او صين، ودي من مميزات الساعه دي. خلينا بقى نشوف عن قرب التصميم والماتيريال، يلا بينا. انا حاسس ان انا ماسك فعلا ووتش 3 بجد. الكواليتي بتاعتها كويسه جدا، فخمه، نظيفه، كل الكلام ده. الديزاين والماتيريال من افضل ما يكون. الماتيريال ده كله معدن مش بلاستيك زي بقيه الساعات، ومعدن كمان نظيف. الحته دي كمان تحس ان هي معدن، تقريبا هي معدن اصلا او ازاز، ومن خامات نظيفه جدا. البلاستيك اقل ما يمكن في هذه الساعه هي فقط البيزل اللي موجود بره. فبالنسبه للديزاين والخامات تاخد مستريح 9.5 من 10. نيجي بقى للديسبلاي. الديسبلاي هنا لطيفه جدا جدا جدا، 1.3 انش، حجمها مناسب جدا، تقريبا 45 مللي او 50 مللي. ده التصميم بتاع الساعه كله، وشاشه نفسها 1.3 انش. دقه الشاشه بقى 240 في 240، ومش تحس خالص ان هي تي اف تي او مش اموليد. وفعلا الاسود بتاعها اكتر من رائع، فعلا اكنك بالظبط ماسك ساعه بشاشه أمل. وتقدر كمان ان انت تغير الخلفيات بسهوله جدا من البرنامج بتاعها. بالنسبه للمميزات بقى، فهي بتيجي بروسيسور ام تي كي 250 2 سي، وده من افضل البروسيسورز او الشرايح الموجوده في السمارت ووتشز، وبيديك رام وروم كويسه جدا. تقدر كمان ان هي تكونكت مع الاندرويد والاي او اس، فيها مكالمات ترد وتستقبل مكالمات، تقدر ان انت تسجل ارقام عليها، تقدر ان انت تتصل بيهم باستمرار. طبعا اهم ميزه هي البيزل المتحركه دي اللي هي بتاهلك ان انت تتحرك ما بين القوائم بكل سهوله ويسر، بطريقه روشه جدا، تحسك ان انت فعلا ماسك ساعه. خلينا بقى نكمل مميزات عن كل. خلينا نكمل بقيه المميزات ونشوف بالتفصيل ايه اللي موجود جوه الساعه الجميله دي. دي عشان تنور وتطفي. لو نسحب من فوق هتلاقي فيه الكيو ار كود بتاع البرنامج، بالاضافه الى البرايتنس والميوزك. كل ده طبعا لما البلوتوث يتوصل كل ده هيتفعل. وهنا في ستوب ووتش كده لطيفه جدا، جميله. الماتيريال حلوه قوي
شايفين التصميم عامل ازاي؟ جميل جدا الصراحة، انا شايفه ان هو لطيف ويستاهل بجد 10 من 10 بجد، جميل جدا 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 وسعرها منافس جدا. ودي الاباوت بتاع الساعة، وزي ما انتم شايفين كده ان هي اسمها W3 والريليز ديت من 2020، احنا كده في السليم وجديدة. نقدر ان احنا نفايند ماي ديفايس هنا لما يكون متوصل بالبلوتوث. طيب خلينا بقى نشوف الكلام ده. هنا البي بي ام هارت ريت مونيتور، هنا عدد الخطوات، وهنا الكيلومتراج اللي انت مشيته. بعد كده هتلاقي القائمه اللطيفه دي اللي انت هتستمتع جدا بالكلام ده. يعني انا لو لفيت العكس مش هتلاقي ان لفيت العكس، جاست اتجاه واحد يعني قشطه، طالما انت عارف ان هي اتجاه واحد يبقى خلاص. يبقى دي باك التليفون، تقدر ان انت ترين بطريقه جميله جدا وروشه الصراحه. المسجز، تشوف ايه المسجز اللي جات لك، اخر حاجه جات لك، تقدر تمسح كمان او حاجه اسمها زي فاكتوري ريسيت، تقدر ان تمسح كل حاجه، مكالمات، مسجز، ميوزك. الميوزك هنا التحكم في الميوزك جميل جدا، وهنشوف كمان لما نوصل بالبلوتوث. وهنا الارم، تقدر ان انت تظبط الارم جميل جدا، ولو تلاحظوا الصوت بتاعها كويس ومحترم مش محتاج اي تعليق. هنا الويزر، اول ما تسينك مع الموبايل هتلاقي ان كل الكلام ده اتظبط. تقدر تخش هنا على السيتنجز، تقدر تشوف الكلوك شكلها عامل ازاي، دي الواتش فيسز، الساوند، الفوليوم. ومن المميزات الرائعة في هذه الساعة ان انت تقدر تضيف اي خلفية انت عايزها من خلال البرنامج بتاعك، البرنامج الاساسي اللي هو بتاع الكيو ار كود. اما عشان تشوف الاشعارات على البرنامج لازم تنزل برنامج اسمه ميجا تيك، كل ده هقوله لكم في جزء البرنامج. بلوتوث كونكشن، هنا اللوج بتاع المكالمات، تقدر كمان ان انت تاخد صورة عن طريق ان انت تدوس على الزرار لما يكون متوصل بالموبايل. تعالوا نشوف ايه هنا كمان. هنا الموشن سيتنجز، جيشر تو ويك اب، لطيف جدا ان انت تعمل كده تفتح. لو تقدر كمان ان انت تعمل فليب عشان تو ميوت انكومينج كول، وحركات لطيفه جدا وروشه تقدر ان انت تستخدمها. هنا الكلوك هتشوف والديت، كل الكلام ده تظبطه مانيوال، ولكن اول ما توصل بالموبايل كل الكلام ده هيتوصل سريع جدا. طيب هنا تقدر ان انت تقفلها. هنا لو انت عايز اللي هو زي سيري بالظبط، بصوا سيري سيرش، هنا ستوب ووتش تايمر، هنا سليب مونيتور، ودقيق جدا يعني يقدر يقول لك النوم المتقطع والنوم المتصل اللي هو الديب. والديسبلاي تقدر ان انت تشوف البرايتنس زي ما انت عايز، تقدر ان انت تزودها وشدة اضاءتها تحت الشمس كويسة جدا جدا جدا. وسكرين تايم اوت نقدر ان احنا نزودها لحد 10 سكند عشان نعرف ان احنا نعمل ريفيو براحتنا. كده احنا خلصنا القائمة الرئيسية، ما تخلونا بقى نلبس الساعة ونشوفها كده على ايدينا عاملة ازاي. شكلها شيك قوي في الايد ومناسبة، مش حاسس ان هي صيني او اي حاجة من الكلام ده. طيب خلينا نكمل. هنا في شوية انشطة رياضية تقدر ان انت تختار اللي انت عايزه، وزي ما انتم شايفين كده 3 2 1 ليتس جو. بيقول لك بقى كيلو كالوريز كل الكلام ده، كنسل يا سيدي مع السلامة، أنا أصلا متعبك. طيب لذيذ. هنا بقى الستيبس وكل الكلام ده، وهنا الهارت ريت مونيتور. تعالى نقيس مع بعض، 60، قراية مقبولة ولكن عايزين نقارنها مع الموبايل بتاعنا. هنا 80 وهنا 84، يعتبر قريب جدا من بعض، بس خلينا برضو في الاخر 85 تقريبا. تعالوا نجرب هنا تاني اخر مرة، تمانية وتمانين، قريب جدا من 85، وبالتالي احنا في السليم فعلا. لو انا شلت الساعة من على الريست بتاعي مش هيقيس اي حاجة. تعالوا نجرب ايه تاني، في ضغط الدم ولكن انا الصراحة مش مقتنع بيه تماما، ولكن بيطلع نتائج حلوة، انت على طول كويس يعني، فما تعتمدش عليه خالص. بس في او 2 برضه نسبة الاكسجين في الدم بيقيسها بطريقة كويسة، النوتيفيكيشن زي ما انتم شايفين، الويزر والميوزك لذيذ جدا اول ما انت تكونكت، والالارم لو انت عايز تضيف كمان حاجات تقدر ان انت تضيفها، بس غالبا انت ضايف كل حاجه فمفيش اي حاجه تقدر ان انت تضيفها تاني. من الواتش فيسز تعالوا نجرب برضو كده نشوف في ايه عندنا تاني. دي اللي موجوده بالظبط في السامسونج واتش 3، وهتلاقي في كذا خلفيه تانيه على البرنامج، تقدر ان انت تحط اصلا صورتك وهكذا على الساعه بتاعتك. خلينا واحده واحده كده ننزل الابلكيشن مع بعض عشان نشوف واحده واحده بتعمل ازاي. حسنا
الابلكيشن ده بيستخدم برضه في الاف كي 88 والاف كي 87، ودول مش افضل حاجه وما كانش يقدم معاهم الصراحه كويس قوي. هو ابلكيشن يعتبر فقير نسبيا، فعشان كده بنصحكم ان انتوا تنزلوا الميجا تك. تم الاستخدام بقى 50% من طاقه البطاريه، ودي حاجه لذيذه جدا، كل حاجه مظبوطه. تعالوا نخش بقى على الابلكيشن ذات نفسه. وسماح سماح سماح، اوبا قفزه خطيره. ها شوف في قفزه ثانيه، قفزه ثانيه، قفزه ثالثه كده. انا اديتها البرميشن، اقدر ان انا افتحه ثاني بمنتهى السهوله، وجايب لي فعلا كل حاجه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، معدل نبضات القلب وكل حاجه، كل حاجه الجهاز. تقدر ان انت الشاشه تعمل اسئله رفع الايد، حاجات الاوبشنز اللطيفه جدا، تذكير بالجلوس لفتره طويله، اعدادات النوم، خطوات المستهدفه، بحث عن الساعه. انا اشوف كده يا لقيتها، خلاص خلاص، حلو قوي، جميل جدا جدا جدا. اعدادات اللغه تدعم العربي بشكل كامل، ودي حاجه لطيفه جدا 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 من مميزاتها الصراحه. من الحاجات اللطيفه اللي موجوده هنا بالاضافه للويب سبيسز اللي موجوده، تقدر ان انت تعمل كاستم. انا هعمل دلوقتي صوره كده، هوبا ايه الجمال الحلاوه دي، تقريبا مش هعمل كده تاني. ماشي، حلو جدا 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 كده. انا مش محتاج اي حاجه من الابلكيشن ده، تقدر ان انت تنزل الميجا تك. الميجا تك لذيذ جدا جدا جدا، تقدر ان انت تنزله، كل الكلام ده تقدر ان انت تظبطه، والاصدارات بتاعك احدث حاجه، قوي جدا. ووتش فيسز لذيذه جدا اللي موجوده على الساعه نفسها، مش محتاج اصلا ان انت تغيرها يعني. بس احنا كده خلصت، تعالى نرجع بقى. بالنسبه للبطاريه فهي 300 ملي امبير، تقدر ان هي تقعد معاك تقريبا يومين او يوم ونص لو انت مستخدمها استخدام تقيل قوي، تقعد لحد 10 ايام لو انت عاملها في الستاند باي. اما بقى في الشحن فبتقعد تقريبا ساعتين او ساعه ونص عشان تشحن 100%. انا كده خلصت، ولكن الراي الاخير يرجع ليك. انا هساعدكم بس مميزاتها التصميم والماتيريال، انها بتدعم العربي بالكامل، وفيها كمان مقاومه ميه ضعيفه، والشاشه بتاعتها لطيفه، وكمان البيزل بتاعها حلو جدا وروش. الاضاءه بتاعتها قويه، وفي حاجه سخيفه شويه ان هي ما تظهرش اسم المتصل، بتظهر لك فقط رقم، ولكن ده ممكن يجي بمنتهى السهوله بتحديث قدام شويه. بس كده، ده كانت كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده. بفكركم ان البيج هي 3M ستورز، هتديك احسن سعر فعلا في مصر، وهتديك منتجات حصريه كتيره جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله الريفيو الجاي، مع السلامه.